فاكرين الفيديو اللي فات لما قلت لكم تعالى نخرج في اي مكان، او مش شرط المكان اللي تبقوا موجودين فيه، بس المهم الخروج، المهم تجديد الطاقة بتاعتنا، المهم نريح نفسيتنا شوية بمعنى اصح، لان النفسية ساعات بتبقى محتاجة تجديد، محتاجة لتنوع في اي حاجة، مش لازم كل حاجة بنعملها كل يوم تبقى هي. عارفين لما اتكلمنا في النقطة ديت، النهارده بقى احنا بنعمل حاجه كده ملهاش اي علاقه بالصح واللي مش بالصح ولا اي حاجه. عارفين لما نسيب نفسنا كده واحنا عايزين نعمل حاجه غلط؟ ايوه حاجه غلط. طبعا لو جينا نتكلم عن المشبك بتاعنا، فهو يعني نقول العامل الرئيسي في الحلويات بصراحه معروف دمياط، يعني مشبك يعني العامل الرئيسي فيها، ف خطر شوية علينا. يمكن لا، هو مش يمكن، هو تقريبا اساسي خطر علينا، لان يعني كمية الزيت اللي بيبقى مقلي فيها وكمية العسل اللي بيبقى موجود فيها، حتى لو قلنا ان فيها مشبك بيكون صحي شوية بعسل النحل، بس برضو مقلي في زيت، يعني ده مع دوت مش تأكيد اقول هو صحي، بس انا اعتبرها اللي هي مرة، انا اعتبرها اللي هي من باب التفريغ عن النفس، انا اعتبرها اللي هي مرة نفك عن نفسنا. بيجي علينا ساعات كده نفضل قافلين على نفسنا، فعلا بنبقى محتاجين حاجة نعملها حتى لو هي غلط. ايوه. لو هي غلط ولو هي تكسر الروتين الصحي بتاعنا اللي احنا نلخبط شوية، اللي احنا يعني زي نكون بنطمن نفسنا بصراحة. عارفين لما الدكتور يعمل لنا كده يوم وجبة فري بس احنا بناخد اليوم كله، هو كده بالظبط، بنبقى محتاجين كده بصراحة، حتى لو عارفين الحاجة دي ممكن تضرنا، بس لو هناخد منها مش هتفرق، سواء يعني ده مثلا من الأنواع، مش شرط يكون دوت، في حاجات تانية كتير بنعملها ممكن تكون كده كده، بس حتى لو عارفين متأكد ليها ممكن تأثر في صحتنا للأسف، ممكن نعملها برضو. اقول لكم ايه، اقول لكم نعمل اللي احنا عايزينه بس بحذر شوية، لأن ساعات لما بتسيب بصراحة. نعمل اللي احنا عايزينه، لو مرة لو بكمية قليلة نحافظ على كميتنا، أهم حاجة نحافظ على الكمية بتاعتنا 100%، لازم نحافظ على الكمية بتاعتنا، ومرة من نفسنا مرة، لأن الموضوع خطر شوية يبقى تبقى حتة سندوفة، مش هنكتر عن أي حاجة لو هتضر صحتنا، بس نبقى رضينا نفسنا وما ضررناهاش بنفس الوقت. بلاش نسيبها كده على طول غلط في غلط في غلط، عشان ما يبقاش غلط علينا في الاخر، وللاسف احنا في الاخر بندفع الثمن، احنا في الاخر اللي بنضر نفسنا وبندفع الثمن برضو. نحاول على قد ما نقدر زي ما قلت لكم نحافظ على نفسنا، وانا اول واحده تاكيد وكلام ليا برضو، فنشجع بعض كلنا في اي حاجه. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. دكتور في حياة الله وحفظه.